إذن متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا البث المباشر من مدينة فاس. فاس مدينة العلم، مدينة الحضارة، مدينة نشر القرن، وهذه العين فهي من أحد إحدى أقدم العيون اللي كاينة في مدينة فاس في درب الصباغين، واللي كتسمى بطبيعة الحال عين الصباغين. عين الصباغين كانت كتشرب المدينة القديمة كاملة يعني في السابق، والان مازال كيستافدوا منها ساكنه العاصمه العلميه من اجل ربما يعني الدرب ديال الصباغين كيستافد منها. الله يحفظك. اذا كما كتشاهدوا والان كتستعمل مجموعه من الاستعمالات، فكي الدراري الصناعيه بطبيعه الحال ديال الصباغين فكيشتغلوا كيعمروا منها الماء، وللتذكير فان هذه العين فكانت كتساهم في توزيع الماء لكل ساكنه مدينه فاس. مجموعة من المعطيات ومجموعة من التفاصيل. شوفوا تبارك الله الخيرات، شوفوا نتمنى لان الريزو يكون لنا الريزو شويه ضعيف هنا خويا بخير، الريزو شويه ضعيف. سير سير شرب، سير شرب، سير شرب، سير مزيان اشرب ياك. سير شرب الماء يشدك، سير شرب، سير صور خوك صافي. سير الله يحفظك، الله يبارك فيك. سير اخويا تشرب، سير تشرب، سير تشرب. إذا كما كتشاهدوا معنا بطبيعة الحال هاد العين، أخ ديالك ياك، أخ ديالك، كما كتشاهدوا هاد العين قلت هي تاريخية، وغتشوفوا المعطيات اللي غيحكي لهم سي أحمد أحد يعني الأقدم القدماء هاد المدينة بطبيعة الحال. سي أحمد تبارك الله عليك. سي أحمد، سي أحمد كي داير؟ بخير ريح، خذ راحتك، خذ راحتك. نشوفوا سي أحمد يتحدث لنا على هاد العين. واخا خويا هاكا عم احمد، عم احمد كي داير؟ بخير راشدك، راشدك الحمد لله، الله يبارك فيك ويطول عمرك. هاد العين ديال الصباغين بغيناك تحدث لنا عليها شويه، القصه ديالها والتاريخ. انا كنعرفها هادي 50 سنه وهي هكا، كنعرفها هادي 50 سنه. نعم لقيتها هكا هنايا. نعم وكان في يوم الصيف كتكون بارده، في يوم الشتاء كتكون سخونه، كنت كتشرب من هاد الحومه كلها هادي اللي دايره بالمدينه كلها. يعني كانت كتشرب الحومه، كتشرب الحومه كلها. شنو الحومات اللي كانت كتشرب؟ هنا في الخراشفيان وفي مع النواحي كلها كانت كيجيو يسقيو منها ويديو الماء بارد منها. نعم نعم، هي سنوات هذه مدة 50 سنة من جيت انا هنايا. نعم كنعرفها غير من جيت انا هنا، خلي من اللي ما جيتش انا هنا. نعم نعم. وكان هذا هذا الجامع ديال هذه حتى هي كتصوم من حمام الصفاري. نعم وجامع الاندلس. وبالعاده ديال المحلات اللي عندها فيها كيعطيو كي منها. ماشي غير كتجري، ما كتوقفش يعني ماشي بعد. لا ما كتوقفش عندها قلب كيهود الواد، كتمجهده. نعم ماشي غير الحمى اللي كتشرب منها، حمات اخرين هنا في حبه الزبيب وشين مع ذاك النواحي اللي هي حتى البطحه ما كيشربوا من هذه العين هذه. ودابا الماء ديالها مازال صالح للشرب يعني ممكن لان يشربوا منها؟ لا مازال صالح للشرب، غير دابا القواس وسخوا. نعم القواس ديالها كانوا غادي قدامين توسخوا ملي كيتهداوا كيتحط تخنق فيها كيقوى البشر والقواس قصدي. بعد شنو بقى تصبح صالحة، بعد شنو ما كتبقاش صالحة. دابا حاليا مزيان؟ دابا حاليا مزيانة. كتشربوا منها؟ كنشربوا منها، وراهم كاتبين عليها ممنوع الشرب زعما فين صحاب صحاب البادية راهم في مكتوبة تما. يعني راه كاتبين عليها غير صالح للشرب، مكتوبة عليها لأن القواد استخدموا الحاج ياك. القواد استخدموا هادشي كاين وهادشي كاين وهادشي هادشي اللي كاين. خاشي لربما التاريخ ديال هاد العين، كان السيد اللي صورنا معاه هنا وحكى لنا بان كانت كتشرب المدينه ديال القديمه ديال فاس كامله، وقلنا بانها جات منذ القدم. يعني هنا واحد البطحه هذه جايه غالبه على المدينه فاس، هي فاس كلها كتشرب من هنا حتى المولى ادريس، فاش كتمشي هنا كتشرب عباد الله. دابا الاشكال ربما اللي كاين الواحد هو ديال القوادس، لان خصهم يتبدلوا. لا خصهم يتبدلوا، وخصها تبدل من راس العين، راس العين خصها تبدل. نعم خص القواس ديال الميكا ماشي ديال هادو غير القواس ديال القلال. نعم توسخوا. نعم كتشتغل هنا في الحريره الحاجه. في الصابره شحال هذه؟ 50 عام وانا هنا. 50 عام وانت فاش؟ في الصباغه. نعم 50 سنه. اذا كما قلت سمعتوا على لسان السي احمد يعني جار هذه العين اللي منذ القدم هو هنا بطبيعه الحال. كتشوفوا هذه العين فهنا يعني العين اللي كانت